التي تخص قضيتين أساسيتين، القضية الأولى هي الرقمنة والقضية الثانية هي الترويج. ناصر فقيه اللنجري، مدير ملحقة الغرفة بتطوان. اليوم احنا مع اللقاء المحوري لهذه الأيام التجارية في نسختها 14. اليوم نركز على الشعار وعلى ضمين ديال الشعار من خلال تطرقنا الموضوع ديال الرقمنة وبالأخص التركيز على التجارة الإلكترونية. إذا غتكون واحد المجموعة ديال العروض اللي كتبلغ للسادة وسيدات التجار والمهنيين، كتبلغ لهم المضامين الكبرى والآليات والوسائل كيفاش يديروا التجارة الإلكترونية. وانطلاقا من التجربة ديالنا ديال السنة الماضية، كاين واحد المجموعة ديال التجار اللي شدوا المنوال ديالهم، شدوا الطريق ديالهم وعزوا الترويج ديالهم التجاري من خلال الاعتماد التجارة الإلكترونية. إذا بغينا أن هذا العمل هذا يتزيد يتوسع على باقي التجار اللي كاينين على مستوى المنطقة من خلال أنهم يديروا أن يعتمدوا جوج ديال الأساليب، الأسلوب الأول هو التجارة الإلكترونية والأسلوب الثاني هو البيع المباشر من خلال الدكاكين ديالهم. المسألة الثانية هو في إطار مزيد من الترويج والتعريف بمنطقة الأنشطة الاقتصادية ديال الفنيدق. اليوم كذلك جبنا المشرفين على هذه المنطقة باش يزيدوا يعرفوا التجار ديال تطوان بالمضامين ديال هذه المنطقة بالخصوصيات ديالها، ويسهلوا العملية ديال التواصل بينهم وما بين التجار ديال المنطقة، حيت بغينا بالأساس هاد المنطقة تزيد في الرواج ديالها، تزيد في العمل ديالها، وبغينا كذلك أن التجار ديال المنطقة يتبضعوا من هاد المنطقة، لأن في الرواج ربح للطرفين، لا المستثمرين اللي كاينين على مستوى المنطقة ولا التجار ديالنا اللي كيتعبوا يجيبوا البضاعات كيمشيو تنضر البيضاء من أماكن أخرى. ها هي واحد المنطقة قريبة لهم اللي كتفتح لهم المجال للتبضع عن قرب، وبطبيعة الحال في هذا التلاقي في هذا التواصل ما بين الطرفين المستثمرين ديال المنطقة والتجار اللي كاينين هنا غيدار واحد الأفق ديال التفاهم، وبطبيعة الحال هذا التفاهم غتجي وراه الخير للمنطقة، والخير بالأخص المنطقة اللي هي قريبة ديال الفنيدق وديال تطوان والمحيط ديالها. إذا اليوم كيف قلت مرة أخرى، إذا اليوم مركزي فيما يتعلق بهذه الأيام التجارية في نسختها 14 اللي نتمنى أن المضامين ديالها أن تبلغ السيدات والسادة التجار من جهة، ومن جهة ثانية أن الغرفة من خلال الطلبات ديال التجار والمهنيين باش يولجوا هذا المجال ديال التجاره الالكترونيه، غادي نفتحوا واحد السلك ثاني بعد النجاح ديال السلك الاول السنه الماضيه. هذا العام كذلك غنديروا تكوين اخر في مجال ديال التجاره الالكترونيه باش نعطيو الاليات ونعطيو الوسائل ونعطيو التكوين للتجار في هذا المجال. وشكرا. بن ناجي مصطفى، مقرر غرفه التجاره والصناعه والخدمات الجهه طنجه تطوان الحسيمه. اليوم جاء في اطار اللقاء اللي عنده علاقة بالنسخة 14 ديال الأيام التجارية، اللي الشعار ديالو الرقمنة مفتاح الرواج التنمية التجارية. إذا هذا اللقاء مهم، كنعتبروه مهم للتجار والتجارة عامة، لحقيقة لأن هذا واحد الموضوع مهم بين ديال التجار خصهم يستافدوا منه، ديال باش التجاره اللي كتعرفوا واحد التغيير كبير خصوصا اللي عندها علاقه بالتجاره الالكترونيه، اللي حقيقه الغرفه كتعمل الجهد ديالها باش التجار ينخرطوا في هذا التجاره. حقيقه حنا في السنه الفارطه تقريبا بدينا في هذه العمليه ديال الرقمنه، وتقريبا حنا واحد المجموعه ديال التجار خذوا تكوينات تقريبا واحد المده واحد الشهور اللي كان عندنا التوج ديال هاد التجار اللي حقيقه كان في الافتتاح ديال الايام التجاريه. حنا هاد السنه هادي عاوتاني مازال، لان هاد الموضوع مازال خدامين عليه، وكنطلبوا من التجار باش ينخرطوا في هاد التجاره والرقمنه اللي عنده علاقه بالتجاره. كذلك اليوم عندنا واحد الموضوع مهم اللي كتعرفوا في الاسبوع الفارط كانت عندنا واحد الابواب مفتوحه في واحد المشروع مالكي مهم اللي كتعرفوا الجهه ديالنا، هو هذيك المنطقه الانشطه الاقتصاديه اللي كان فيها ابواب مفتوحه اللي حقيقه استفدوا فتحنا السوق لهذه المنطقه للمستثمرين اللي تما خرجوا كيعرضوا واحد المجموعه ديال المنتجات ديالهم للتجار ديال الجهه
وكذلك التجار ديال المستوى الوطني. إذن هاد الأبواب مفتوحة كانت المناسبة باش التجار ديالنا اللي حقيقة اللي زاروها تقريبا واحد الرقم اللي ما كناش متوقعينه، تقريبا وصل أكثر من 12,000 زائر لهذا المعرض اللي خلى هذا طيب التجار ديالنا وتعرفوا على التجار كيفاش كيستردوا ديك السلعه ديالهم وكيفاش غادي يمكن يتسوقوا من تما من ديك المنطقه. اذا هذه الايام التجاريه عندها دور مهم لان حقيقه كنتواصلوا مع التجار، كنوصلوا لهم واحد المجموعه المستجدات اللي عندها علاقه بالتاجر والتجاره عامه. وكذلك هذه الايام هذه كنقدروا نتواصلوا التجار ديالنا مع واحد المجموعه من المؤسسات المختصه اللي عندها علاقه بالتجاره بالتجار، خصوصا داكشي اللي عندها علاقه ولا سينيسيس ولا بالضرائب ولا كل ما ولا بالاستيراد ولا مثلا هذه الامور هذه كامله كنعرضوها هذه الايام التجاريه اللي حقيقه كتكون مهمه للتاجر ولا للتجار. وكذلك في هذه الايام التجاريه كيعملوا واحد المجموعه ديال التخفيضات على المستوى باش كيقدروا مثلا يخرجوا المنتجات ديالهم في هذه الايام التجاريه اللي كانوا، وهذه الايام التخفيضات هذه تعرفت على المستوى ديال الجهه وعلى المستوى الوطني. زهير الركاني نائب رئيس جماعه تطوان، هذا اللقاء يدخل في اطار الشراكه التي عقدتها جماعه تطوان مع غرفه التجاره والصناعه والخدمات بتطوان، بطبيعه الحال لقاء حول الرقمنه وتاثيرها الايجابي على التنمية التجارية بإقليم تطوان. نحن كما سبق الذكر ندخل في إطار الدينامية والحركية التي تعرفها جماعة تطوان رئيسا ومكتبا ومجلسا من أجل دعم المستثمرين بإقليم تطوان لتنمية هذه المدينة التي تعرف بطبيعة الحال إقبال خصوصا في الفترة الصيفية بتطوان.